والآن أعزائي الطلبة، محاضرة قيمة راح يقدمها إلينا الدكتور التغاني الطيب محمد فروم البركة، فيتفضل مشكوراً. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، كيف الأحوال؟ الله يطول عمرك يحفظك إن شاء الله. كيف الحال دكتور العزيز؟ الحمد لله رب العالمين، لعلكم بخير. الله يطول عمرك يحفظك إن شاء الله، أهلا وسهلا بك. الله يطول عمرك دكتور. الله يسلمكم، الله وأسفين يسلمك. اقتحمنا عليكم الوقت، ربما يعني الأخوة المنسفين. لا احنا نتشرف فيكم دكتورنا الغالي. طبعا الآن احنا مع طلبة Accounting and Finance, Banking and Finance, Economic and Finance، والأساتذة بروفيسور جاسم العجمي، بروفيسور رامي، دكتور عامر، دكتور علي حسين موجودين أيضا معنا. فإحنا ودنا أن احنا نستفيد من خبرتكم الكبيرة، وخاصة طلبتنا راح يلتحقون بسوق العمل الآن في الفترة القادمة، فياريت بس تعطونا ما حضرتم إليه. الله يطول عمرك يحفظك إن شاء الله دكتور. شكرا جزيلا وجزاك الله خير على هذه يعني التقدمة الجميلة. الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وجميل يعني أن يقع الاختيار على هذه المادة، مادة أخلاقيات العمل المصرفي. وحقيقة يعني عنصر الأخلاق هو يعني أس الرسالة التي يعني بعث بها النبيون من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه، وهو الذي يعني أعطي جوامع الكلم ولخص هذه الرسالة في حديثه المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعنصر الأخلاق هو عنصر محوري وقيمي، فنهضة الأمم وبلوغها يعني المجد يقاس بمدى اقترابها أو ابتعادها من الأخلاق. فالأمم مهما بلغت من التقدم والرقي هذا لا يكون معيارا بقدر ما يعني ينظر إلى اقتراب هذه الأمم من الأخلاق. والأخلاق يعني هو يعني جماع الفضائل، كل ما تنتهي إليه الفضيلة فهو يعني شيء قيمي ويؤدي إلى هذا الهدف الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب. والأخلاق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بها في القرآن الكريم، إنما يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما خاطبه: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدة عائشة حينما سئلت يعني عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والقرآن جاء في 114 سورة، اشتمل على أكثر من 6000 آية. كل هذه يعني الآيات الكريمات تدور في فلك الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني امتن المولى سبحانه وتعالى يعني به على الخلق أو على أمته حينما بعثه رسولا ومزكيا. فيعني التزكية هي التربية وعمادها الأخلاق. ولذلك يعني نحن اليوم بحاجة ماسة بأن نعود بهذه الأمة إلى مهيعها الأول الذي قامت عليه حضارتها. فأمتنا الإسلامية في مهدها حينما كانت يعني تشتغل بالوحي في كل تفاصيل حياتها اليومية، من مأكل ومشرب ومسكن وعلاقات جوار، ويعني علاقات الأب مع زوجته والأب مع أبنائه والأم مع أبنائها،
كلها تدور يعني حول هذا المحور الحيوي والهام. ولذلك نحن اليوم نشاهد يعني ما يعانيه العالم قاطبة من تأزم ومن صراعات ومن يعني حروب مدمرة أتت على الأخضر واليابس. كل ذلك يحدث بفعل أننا ابتعدنا كثيرا جدا عن الأخلاق وعدنا إلى شريعة الغار القوي يأكل الضعيف، وعدنا القهقر إلى يعني زمن الجهالات والظلامات التي كان يتفشى فيها الظلم آنذاك. هذه التقدمة يعني تقودني إلى يعني شيء تفصيلي، لماذا يعني نحن ربطنا يعني هذه القيمة بالعمل المصرفي؟ وكما قلت يعني أن الأخلاق يعني كتاب جامع، والتحدث فيه يحتاج إلى يعني وقت طويل، ولسنا نحن يعني في هذه العجالة بصدده. لكن وكما تفضل الأخ الأستاذ قبل قليل أن أبناءنا الذين يعني يجلسون إلينا الآن ويستمعون هم على يعني باب التخرج، ويعني يدلف بهم إلى سوق العمل، وحقيقة يعني سوق العمل يحتاج إلى مهنيين أكفاء، وهذه الكفاءة لا تتأتى إلا يعني من خلال يعني انضباط هؤلاء المهنيين بالعنصر الأخلاقي. والعنصر الأخلاقي في كل قطاعات الدولة أيا كانت، يعني خدمية أو مؤسسات يعني قطاع خاص أو مؤسسات حكومية، لا بد أن يراعى فيها يعني مسألة الأخلاق. والأخلاق يعني إذا ما التزمت كل مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء كانت قطاع خاص أو عام بهذه الأخلاق لأنتجت يعني خيرا كثير، ولأبرزت يعني إمكانية ريادة الدولة في محيطها الإقليمي ومحيطها الدولي. ولذلك نحن في العمل المصرفي الإسلامي، وأنا من هذا الموقع موقع مجموعة البركة المصرفية، ويعني لعلي أعطي نبذة عن هذه المجموعة. مجموعة البركة المصرفية هي مجموعة تنضوي أو تنتشر في يمكن 3 قارات من قارات الدنيا، وتتواجد في أكثر من 12 أو 13 دولة، ولكل يعني بنك من هذه البنوك يعني أفرع كثيرة جدا. وهذه المجموعة اتخذت مملكة البحرين يعني مركزا لإدارة يعني هذه المجموعة المصرفية. وفلسفة هذه المجموعة هي نشدان يعني الحلال الطيب، والعمل سويا مع مؤسسات أخرى على نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي التي يعني ينشدها الجمع الغفير من المسلمين. فالمجموعة أسسها يعني الشيخ صالح عبد الله كامل، وهو يعني سعودي الجنسية. والشيخ صالح يعني ربما يعرفه عنكم الكثير منكم الكثير، هو أحد رواد الاقتصاد الإسلامي، ويعني أنشأ هذه المجموعة قبل يعني ما يقرب من 40-45 سنة، وهي يعني موجودة في مملكة البحرين، وموجودة في تركيا، وموجودة في السودان، وموجودة في باكستان، وفي جنوب أفريقيا، وفي المغرب العربي، في الجزائر، في تونس، وفي مصر، وفي الأردن، وفي سوريا، وفي لبنان، وفي السودان. وكما قلت أن لكل هذه يعني البنوك يعني فروع. عندنا مثلا يعني بنكنا في تركيا هو من أكبر يعني هذه الوحدات، وتقريبا به من 200 أو 300 وحدة مصرفية. كل هذه يعني الوحدات يعني تعمل في تناغم متسق ووفق يعني منهجية شرعية متكاملة ومنظومة شرعية. نحن عندنا في كل وحدة من وحدات المجموعة هيئة شرعية، هذه الهيئة
مهمتها يعني الأساسية مراقبة العمليات الاستثمارية التي تمارسها هذه البنوك، ولكل هيئة يعني أجهزة شرعية داخلية تتمثل في أعمال الرقابة الداخلية المشتملة على يعني الرقابة القبلية والبعدية وأثناء يعني تنفيذ العمليات، وكذلك الرقابة البعدية المتمثلة في التدقيق الشرعي الداخلي. ويعني هذه الهيئات يعني هي تعطي ضمانة للمساهمين وللعملاء على حد سواء أن ما يتم في هذه البنوك يتم وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا ما يعني دلفنا إلى محتويات هذه الورشة أو البرزنتيشن فيما يتعلق بالمادة الرئيسية اللي هي مصادر الأخلاق، لكل شيء يعني مصدر ينتهي إليه وينزع إليه، وأن مصدر يعني هذه الأخلاق عندنا هو مصدر رئيسي اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يعني أنا هي هذه محتويات العرض اللي هو يعني المقدمة والتي أنا يعني أخذت فيها الحديث، وكذلك يعني مصادر الأخلاق، وهذا ما يعني سنطرق إليه، وأهداف هذه يعني الأخلاق والوسائل التي يعني توصلنا إلى تلك الأهداف، ومن ثم الهياكل الأخلاقية وقواعد السلوك الأخلاقي. ويعني أرجو أن يتسع الوقت حتى يعني نأتي على هذه المحتويات. تعريف الأخلاق يعني هنالك تعاريف يعني متعددة، لكن أنا استخلصت يعني ما أوجده يعني حجة الإسلام الغزالي، وهو يعني أحد يعني المفكرين الذين يعني يشار إليهم بالبنان، ومن الذين يعني كتبوا كتابات معمقة وبحوث علمية ظل يعني يتناقلها جيل إثر جيل إلى أن وصلت إلينا، وهو يعني قد عرف هذه الأخلاق بأنها مجموعة المبادئ والقواعد. يعني هو أعطانا يعني التعريف الجامع باعتبار أنها هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي أقرها الوحي من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وكما ذكرت أنا في مهدي المقدمة يعني أن القرآن الكريم كله يعني حتى يعني سواء كانت يعني آيات أحكام، هنالك القرآن طبعا مقسم بحسب يعني السادة الذين توفروا على تفسير القرآن الكريم، قسموا يعني آية القرآن الكريم إلى آيات أحكام ويعني آيات يعني فضائل وآيات أسرة تتعلق بتنظيم الأسرة وهذه الأشياء. فالإمام الغزالي بيقول الأخلاق هي جماع هذه الآيات القرآنية، يعني سواء كان آيات تشريع أو آيات يعني تزكية أو آيات تربية، كلها في النهاية محصلتها أن هي تفضي إلى يعني عنصر الأخلاق. وفي هذا يعني الصدد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. فحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، ومما يعني أخبرتنا به السيدة عائشة رضي الله عنهما أن المؤمن يعني يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كل هذه يعني المحفزات التي يعني انطوى عليها القرآن الكريم أو يعني نطقت بها السنة النبوية المطهرة هي تحفزنا إلى التمسك والتحلي بقيم الأخلاق. وكما قلت أن يعني المعيارية التي يعني تقوم عليها يعني الدول هي مدى اقترابها وابتعادها عن تطبيق هذه العناصر الأخلاقية. ولذلك يعني أنا أرجو لأبنائنا وبناتنا يعني أن يكثروا من الاطلاع يعني خارج القاعة. واحدة من الإشكاليات التي يعني نعانيها اليوم يعني التوقف يعني عجلة الاطلاع والبحث
والتنقيب، وحتى يعني شيئا فشيئا بدأنا نبتعد عن يعني ثقافة المكتبات. قل أن تجد يعني هنالك نهم وشغف في الماضي، ولعل يعني الأساتذة الذين يشاركون الحضور هم شهدوا يعني هذه العصور الذهبية التي كان يعني الطلاب يتنافسون في يعني اتساع دائرة البحث ومعرفتهم لقواعد البحوث وتحضيرهم لهذه البحوث، ويعني كانت تشكل عندهم ثقافة معرفية واسعة جدا. لكن للأسف الشديد الآن يعني هذه الثورة المعلوماتية قتلت يعني فينا هذه الهمم، وأضحت يعني المعلومة معلومة معلبة يعني تأتي إلى الطالب وهي جاهزة، ولا يدري يعني الطالب يعني كيف بحثت هذه المعلومة وكيف يعني له أن يتأكد من مصدر هذه المعلومة. وحتى يعني الآن يعني مصادر البحث ويعني طرائق البحث يمكن الكثير من أبناء الطلاب الآن يجهلونها، وهذه مصيبة كبرى. يعني وكل يعني بدلاً أن نستفيد من هذه الثورة المعلوماتية من أن نرتقي يعني بتفتق أذهاننا أكثر وأكثر، فهي جلبت علينا بدل أن يعني نتسارع في الهمم، يعني أخذت يعني تعود بنا إلى يعني درك هذه الحمم، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والعناية. طيب بالنسبة لمصادر الأخلاق، هنالك ثلاث مصادر، اللي هو الدين المتمثل يعني في المبادئ العامة التي جاءت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهر أو في العرف، وكذلك يعني مصدر التشريعات والأنظمة، يعني الدولة أو المؤسسة، يعني كل مؤسسة من هذه المؤسسات وفي النهاية هي تشكل يعني الدولة، لها يعني تنظيمات ولها تشريعات ولها أسس ولها لوائح ولها يعني ضوابط، كل هذه تفضي في النهاية إلى يعني بلورة يعني هذه الأخلاق، ومن ثم يأتي العرف الاجتماعي. الآن يعني العرف الاجتماعي أضحى مصدر من مصادر التشريع. نحن يعني إذا تطرقنا إلى يعني مصادر التشريع، يعني الآن لو سئلت ما هي مصادر التشريع، التشريع اللي هو يعني التقنين، نحن كمسلمين يعني مصادر التشريع الذي يعني تواطأ عليها يعني أهل الأصول، اللي هو أنا عندما أقول أهل الأصول أعني أصول الفقه، يعني جعلوا هنالك مصادر يعني يستقى منها هذا التشريع، اللي هو المصدر الأول القرآن الكريم، والمصدر الثاني السنة النبوية المطهرة، والمصدر يعني الثالث الإجماع، والمصدر الرابع القياس. والمصادر هي تقريبا 6 أو 8 مصادر، لكن المتفق عليها يعني بين المسلمين أو بين فقهاء المسلمين هي 4 مصادر: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، ومن ثم يأتي العرف. العرف اللي هي مجموعة يعني التقاليد التي تواطأ عليها الناس ويعني أخذوا بها، فهي تمثل يعني مصدر من مصادر هذه الأخلاق. بالنسبة للدين، الدين طبعا يا جماعة حينما يعني تطلق كلمة الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك يعني يخطئ كثير من الناس يقول لك يعني الأديان أو يعني تعدد الأديان. لا، الأديان لا تتعدد، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وكل يعني الرسل والأنبياء الذين أرسلوا من المولى سبحانه وتعالى وإنما أرسلوا بديانة واحدة هو الدين الإسلامي الذي جاء به سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن ثم يعني الأنبياء من بعده إلى خاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم كلهم جاءوا بهذه الرسالة الخالدة وهي رسالة الإسلام، كما عبر عن القرآن يعني ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فإذا يعني الدين عندنا الدين واحد، سواء كان يعني جاء به سيدنا إبراهيم أو سيدنا نوح أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، إنما جاءوا بهذا الدين الإسلامي، إن الدين عند الله الإسلام. لكن الشرائع تختلف، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع اللي هي النظم والقوانين التي تنظم حياة الناس هذه يعني تختلف من بيئة إلى بيئة ومن قوم إلى قوم ومن زمن إلى زمن، تراعي
يعني التطورات التي يعني تحدث إلى الناس والأغذية التي يبتدرونها الناس، فلذلك الشرائع تختلف بينما هو الدين واحد. طيب بالنسبة للتشريعات والأنظمة نحن ذكرناها، قلنا هي طبعا مصدر مصادر التشريع، وكما قلت يعني أن الدول تواطأت على وضع تنظيمات معينة وتشريعات معينة كلها تستهدف يعني تنظيم علاقة الدولة، سواء كانت يعني علاقة الدولة مع مواطنيها أو علاقة الدولة في محيطها الإقليمي أو علاقة الدولة في محيطها الدولي، فلكل دولة يعني تشريعات خاصة بها تراعي يعني خصوصية يعني مواطنيها، خصوصية وضعها، خصوصية الخصوصية البيئية وما إلى ذلك. فهذا فيما يتعلق بالمصدر الثاني اللي هو التشريعات والأنظمة. وبالنسبة للعرف الاجتماعي كما ذكرت يعني ما تواطأ عليه الناس واعتبروه يعني هو يعني يعني مصدر الناس، يعني الأمة لا تجتمع على ضلال، فإذا يعني ارتأى يعني الناس أن هذا يعني يمكن أن يكون مثلا قانون أو يكون تشريع، خلاص ما تواطأ عليه الناس واتفق عليه يظل هو يعني المعمول به، ويظل هو يعني المؤكد عليه والملتزم به. بالنسبة للأهداف يعني التي نسعى إليها من خلال يعني هذه الأخلاقيات، عندنا أربعة عناصر: تنمية الوعي لدى العاملين في المؤسسة. نحن الآن يعني كقطاع مصرفي يعني عندنا يعني أهداف مؤسسية، وهذه الأهداف يعني هذه المؤسسة التي يعني أوجدها يعني الملاك أو المساهمون لها أهداف ولها أغراض، فهذه المؤسسة بهذا الشكل هي تسعى لتحقيق الأهداف التي يعني أنشئت من أجلها. ونحن عندما يعني ننزع إلى يعني التحلي بهذه الأخلاق نريد أن نحقق هذه الأربعة أهداف مجتمعة، اللي هي كيف نحن ننمي الوعي لدى العاملين عندنا في المؤسسة. يعني كل الآن عندنا نحن مثلا موظفين في قطاع التجزئة، في قطاع التمويل، في قطاع الشركات، في يعني مقابلة العملاء، في التسويق. هذه القطاعات يعني أي موظف يعمل لدى هذه المؤسسة لا بد أن ينطوي على قدر كبير جدا من الوعي المؤسسي، بحيث أنه يعرف ما هي المهام التي نطق به، ما هي الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها، ما هي الحقوق التي يعني ينبغي أن يؤديها إلى المؤسسة، والحقوق التي على المؤسسة لهذا المنتمي لها. ومن ثم نحن يعني إذا قرصنا فيه هذه القيم هو بالتالي يعمل على أداء هذه الحقوق لأصحابها. يعني أنت مدنوت الموظف لا بد أن تدرك أن وجودك هذا هو يعني لتحقيق غرض معين أو غاية معينة، وهذه الغاية أنه أنت كيف تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة التي أنت يعني متواجد فيها. وإذا ما يعني نمينا ملكة الوعي لدى هذا المهني أو هذا الموظف، بالتأكيد نكون جسدنا لديه مبدأ التعاون على البر والتقوى، وهذا العنصر يا جماعة الذي ينبغي أن يعني نتحلى به سواء كنا في مؤسسات مصرفية أو أي مؤسسات، يعني مبدأ التعاون والتعاضد والتكافل ينبغي أن يكون بين يعني أفراد المجتمع. نحن إذا ما عملنا على إحياء هذه القيمة، قيمة التعاضد وقيمة التبادل وقيمة التعاون، ويعني رسخنا هذه المفاهيم لدى الناشئة عندنا قبل يعني وهم في مرحلة التكوين، وتحلوا بهذه القيم الفاضلة، نحن ضمننا يعني إن شاء الله هذا المجتمع سوف يكون مجتمع متماسك ومجتمع منتج. فيعني إذا ما تحققت الأخلاق في أي مجتمع، مؤكد أن هذا المجتمع سيكون مجتمع يعني محمي ومجتمع متماسك ومجتمع متعاضد. فبالتالي يعني إذا يعني حدثت أي خروقات في أي جانب أو في أي منحة من مناحي المجتمع نتيجة هذا التفريط، ف
فمؤكد سينهار كل المجتمع ومن ثم الدولة. فلذلك يا جماعة يعني هذه يعني هذا السياج يعني ينبغي أن نؤكد عليه وأن نعمل له منذ مراحل التكوين، سواء كانوا أطفال وهم لدى يعني أمهاتهم حتى وهم في يعني دور الحضانة وهم في المدرسة وهم في الجامعة. فإذا ما نشأوا يعني على هذه القيم وهذه الأخلاق نكون نحن يعني باكرا غرسنا فيهم هذه القيمة، فبالتالي يعني حصلنا المجتمع يعني من أي صدامات قد تأتيه من الخارج إن شاء الله. الكلام هذا واضح يا مشايخ؟ سامعيني أنتوا؟ واضح الكلام دكتورنا. طيب نحن يعني حتى يعني لا نأتي على وقت الآخرين تباعا أنا سأسرد هذه الأشياء خصائص المصارف الإسلامية. طبعا إخوتي الأعزاء أن المصارف الإسلامية لها ميزات ولها خصائص تميزها عن غيرها من البنوك. نحن الآن هنالك يعني بنوك تقليدية وهنالك بنوك يعني بنوك إسلامية، والآن يعني أنا ما أعرف بقصد أو بغرض يعني كثير من الناس يخلط يقول لك يا أخي ما هي كلها بنوك. لا، ما كلها بنوك، يعني شتان ما يعني بين بنك يرفع راية إلى يعني التعامل بالربا وبين بنك يعمل على تنقية معاملاته واستثمار يعني أموال عملائه في الحلال. فيعني أولا يا جماعة أول عنصر يميز البنوك أو المصارف الإسلامية عن غيرها من البنوك أن هذه البنوك أو هذه المصارف الإسلامية هي مصارف رسالية. ما معنى رسالية؟ أنها هي تطبق مرادات الوحي سواء كان قرآن أو سنة. فلذلك يعني هذه المصارف الإسلامية هي مصارف رسالية في المقام الأول، ومن ثم هي تختلف عن المصارف التقليدية أولا بالإلزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية في كل تعاملاتها المصرفية. يعني أي معاملة تؤديها هذه البنوك لعملائها لا بد وأن تتصف بأنها ملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. نحن الآن يعني البنوك الإسلامية هي بنوك عمل، يعني هي بنوك تشارك العملاء في الربح والخسارة، الغنم بالغرم. يعني أنت الآن حينما تأتي إلى البنك الإسلامي أنت تدرك أنك تريد أن تدخل في مشاركة مع هذا البنك، وهذه المشاركة يعني هي محفوفة بالمخاطر، مخاطر الخسارة. ولذلك أنت إذا أتيت إلى هذا البنك وتقدمت بطلب تمويلي لأن يشاركك هذا البنك في مشروع معين، هذا المشروع صيغة المشاركة لا تضمن لك أنت كمتمول ربحا، ويعني لا تدفع عنك أنتم الآن كلكم يعني دخلتم في هذا المشروع والمتوكلون فيه على الله سبحانه وتعالى. فلذلك الشريك لا يضمن لشريكه يقول له والله يا أخي أنا بضمن لك تربح، فالضمان يقطع الشركة تماما. فلذلك بنوكنا الإسلامية هي في المقام الأول بنوك عمل، بينما البنوك التقليدية البنك التقليدي هو أنت يعني ذهبت إليه في تمويل من التمويلات يعطيك الفلوس ويقول لك يا أخي هذه 100,000 أنت ردها لي بعد شهر بعد 6 شهور بعد سنة، هذه 100,000 ردها لي 150,000، بعدك أنت مشيت خسرت ربحت هو لا دخل له. بينما البنك الإسلامي لا، يعني يراعي خصوصية هذه العملية، إذا تأكد أن هذا المشروع يعني خسر وكانت هذه الخسارة يعني خارجة عن يعني إرادة المتمول وأن المتمول يعني عمل كل ما في وسعه سواء كانت دراسة جدوى أو يعني اقتنص الفرص، لكن مع ذلك يعني حدثت هذه الخسارة، فالبنك يقدر يعني هذه الخسارة ولا يضمن العميل شيئا. فيعني هذه الخصيصة الأولى التي تميز البنك الإسلامي عن البنك التقليدي. وأيضا عدم التعامل بالفائدة الربوية،